السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. معكم أخوكم السلطان القحطاني من موقع تابريد. اليوم عندنا استعراض للإكسبيريا زد 3 تابلت كومباكت. اسم طويل لكن هذا ما يهم، اللي يهمه أنه راح يكون متوفر بواي فاي وب 4G. إذا استخدمت الواي فاي فإنه راح يكون جهاز لوحي بإمكانيات عالية، لكن إذا اخترت ال 4G فإنه يتحول إلى هاتف لوحي 8 إنش وهاتف لوحي جدا جدا مثير للاهتمام. راح يكون متوفر باللون الابيض، وراح يكون متوفر باللون الاسود، والسعر 1990 ريال سعودي، وراح يكون متوفر ان شاء الله في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر. فاشوف سعره جدا منافس. عموما خليني اجيب لكم الجهاز. هذا هو الجهاز اللي معي، اللون الاسود. هذا هو الجهاز او الهاتف اللوحي، للحين ما قررت وش اسميه. فعموما التصميم الخاص بهذا الجهاز مألوف. اذا سبق انك استخدمت الاكسبيريا زد 3 فإن التصميم جدا مألوف. ليش؟ لأنه الإطار بالكامل مصنوع من ألمنيوم منحني كما رأينا في الإكسبيريا زد 3، طبقة الأمامية ضد الخدش، لكن الجهة الخلفية تم استبدالها من الزجاج إلى البلاستيك. شخصيا أشوفها ممتازة، لسبب أنه راح يقلل من ظهور البصمات الأتربة، والخدش راح يكون في أقل ظهورا مقارنة بالطبقة الزجاجية. أيضا الشيء المهم أنه لما تستخدم مادة بلاستيك مهدة معناته إمساك الجهاز راح يكون مريح. 6.4 مليمتر نحيل، والوزن كامل له 270 جرام. فالوزن قريب جدا من وزن الهواتف، بعض الهواتف اللوحية مثل أوبو اللي هو يملك هاتف بوزن 213 جرام. فهذا يعني أنه إمساك الجهاز لفترة طويلة راح يكون ممتاز، وإمساك الجهاز أيضا من خلال يد واحدة راح يكون مريح، مع أنه راح تحتاج أنك تستخدم يدك الثانية. وهذه مقارنة مع الآيباد ميني المنافس لهذا الجهاز، لكن مع خاصية الاتصال راح تلاحظ شيئين، انه الجهاز اطول من الآيباد ميني واقل عرضا من الآيباد ميني، مع اختلاف طبعا في مسألة جودة التصنيع. فشخصيا اشوف جودة التصنيع ممتازة على هذا الجهاز، ما راح تحسسك انه رخيص الثمن. من الجهة الجانبية راح تشوف انه سوني نقلت وضعت الازرار في اماكنها الصحيحة، فبالتالي اتكلم لما تمسك الجهاز بالعرض فما في مجال انك تضغط على الازرار مثل زر يتحكم الصوت وزر الطاقة بالغلط. حتى لو تمسكه بالطول ففي نفس الوقت راح توصل لهذا الازرار وزر الطاقة وزر يتحكم الصوت بأريحية تامة. منفذ الصوتي 3.5 مليمتر، وفي بجانب منفذ للمايكروفون. راح تشوف الجهة الجانبية او الجهة اليسرى فانا صح منفذ مغلق، طبعا بما انه جهاز ضد الماء وضد الاتربة فبعض المنافذ راح تكون مغلقة. منفذ مايكرو اس دي في حال ان الذاكرة خارج الساعة الداخلية 16 جيجا بايت ما كفت، بامكانك رفع الساعة الى 128 جيجا بايت. يدعم شريحة النانو سيم، هذه النسخة ال LTE اللي هي LTE Cat 4 بسرعات تصل الى 150 ميجا بت بالثانية، سرعة جدا ممتازة. في الجهة السفلية راح تشوف منفذ وحيد اللي هو المنفذ الخاص بالمايكرو يو اس بي، وهو مسؤول عن شحن الجهاز او نقل محتوى منه الى حاسبك، او في حال انك تبي تنقل شيء من جهاز او العكس. يعني عموما في الجهة الخلفية راح تشوف الكاميرا، الكاميرا موجودة في النص، اذا مسكتها بالطول ما راح توصل لها، لكن بالعرض راح تلقى انه ما يهم، يعني مو شيء مزعج صراحة امانة. لكن الكاميرا الخلفية موجودة هنا مع شعار الـ NFC وشعار الخاص بشركة سوني، والإكسبيريا موجودة كلها في الجهة الخلفية. راح تلاحظ انه ما في فلاش LED، فبالتالي راح تعتمد على الكاميرا، وراح اتكلم عن الكاميرا لاحقا. البطارية غير قابل للوصول اليها لكنها 4500 ملي امبير. الجهة الامامية عندك زي ما تشوف الزرار الخاص بالتحكم بالنظام موجودة في نفس الشاشة. الكاميرا الأمامية 2.2 ميجا بكسل، شعار الخاص بسوني موجود. الشيء الجميل أن السماعات موجودة في الجهة الأمامية، في الصوت راح يكون ممتاز، راح أجربكم إياه بعد شوي. وهذا الشيء جميل مثل ما شفنا بالإكسبيريا زد 2 تقريبا، الصوت موجود في الأطراف لكن أشوفه ممتاز بدل من وضعه في الجهة الجانبية أو حتى في الجهة الخلفية. يدعم السماعات سوني فيما يخص بالعازل الصوتي، وهذا الشيء أيضا جميل. فالشاشة عندك 8 انش 1200x1920، يعني تقدر تقول دقة ال 1080 بي وانت تضحك، مع اكتاف بكسلات 284 بكسل لكل انش. تدعم تقنيات سوني اللي شفناها تيرمينوس اكستريالتي، المحرك الخاص بسوني المستخدم في الشاشات التلفاز. فالشاشة من ناحية الوان
مبدع جدا، قاعدة تطلع لك مستوى ممتاز من الألوان مقارنة بالشاشات ال LCD، الإضاءة فيها ممتازة إلا إذا كنت تستخدم تحت أشعة الشمس، فأنصحك إنك ترفع الإضاءة لأعلى شيء. تقنية اللمس فيها تعمل بشكل ممتاز، ما واجهت فيها مشكلة، فأقدر أقول لك إن الشاشة يعني من ناحية الإضاءة والألوان وزوايا الرؤية فيها رائعة. فيها تقنيات، عدد من التقنيات مثل اللي هي فيما يخص باستخدام الشاشة، حتى لو كنت ترتدي قفازات ما عندك مشكلة. طيب الشيء الإضافي، المواصفات الخاصة في هذا الجهاز تقارب الهواتف الخارقة. سناب دراجون 801، 2.5 جيجا هرتز، رباعي النواة، معالج رسوميات أدرينو 320، عندك ذاكرة شوية 3 جيجا بايت، كاميرا خلفية 8 ميجا بكسل، اكسمور ار اس المستشعر الخاص فيه، بإمكانه تصوير فيديو 1080 بي بسرعة 30 إطار بالثانية، حتى الكاميرا الأمامية بإمكانها تصوير فيديو بدقة 1080 بي، ما عندها أي مشكلة. تقنية الوايرلس تدعم نطاقات إلى الـ AC، البلوتوث النسخة الرابعة، الـ NFC، فكل المواصفات الموجودة في هذا الجهاز عالية جدا، مقارب جدا للمواصفات الخارقة في بعض الهواتف المتوفرة حاليا في السوق السعودي على سبيل المثال. طيب فيما يخص بالمواصفات انتهينا منها، نتكلم عن الكاميرا. الكاميرا زي ما قلنا لكم مستشعر اكسيمور ارس، طبعا في بعض التقنيات والواجهة مألوفة جدا اذا استخدمت اكسبيريا زد، بعض التقنيات موجودة في هذا الجهاز مثل تصوير المانوال اللي هو راح يسمح لك بالتحكم بالايزو والوايت بالانس، في عندك السوبيريور اوتو اللي هو راح يقوم بوضع خيارات تلقائية في مجال التصوير، ساوند فوتو اللي هو تسجيل صوت واخذ صورة، AR فان Augmented Reality الواقع الافتراضي، عندك اثنين اصلا مو واحد. في عندك الفيس ان اللي بامكانك تستخدم الكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية بنفس الوقت، واللايف اون يوتيوب اذا حبيت تسوي بث مباشر اليوتيوب. الصور فيها، خلينا نكون معكم سريع، الصور فيها يعني مقبولة مش سيئة، مقبولة، لكن فيما يخص بتصوير فيديو اشوفها جيدة جدا جيدة جدا. بما انه لا يحمل فلاش ال AD، فبالتالي يعني ما انصحك انك تصور في الاضاءة الضعيفة او في الظلام بشكل كثير. كاميرا امامية عندك بامكانك استخدامها في تصوير السيلفي او مثلا عمل مكالمات فيديو 2.2 ميجا بكسل، وضوحها جيد. فيما يخص البطارية، في البطارية عندك 4500 ملي امبير، لو قارناها بالجالكسي تاب اس اللي هو يحمل البطارية 4900 ملي امبير، فراح تشوف ان البطارية اقل، لكن من ناحية الاستخدام ممتازة، استخدمناها مع الشكل بشكل متوسط إلى مكثف، وصمد معانا الجهاز الأول الهاتف اللوحي مدة يوم كامل مع استخدام الـ LTE والتصوير، وما شفنا أي مشكلة، حتى تابعنا فيلم كامل هيركليز، هذا تابعناه بشكل كامل ما لاحظنا إنه في مشكلة، ما شحنته من أمس، حتى الجهاز هذا ما شحنته من أمس، فهذا الشيء جميل، بطارية ما فيها أي مشكلة. فهذه مسألة البطارية. النظام الموجود في هذا الجهاز هو 4.4 المعروف باسم الكيت كات، 4.4.2 اذا تبي بشكل محدد، ما ندري اذا كان بيكون قابل للتحديث اللولي بوب اللي هو النسخه الخامسه، لكن عموما الواجهه مالوفه جدا. اذا سبق انك استخدمت عدد من هواتف الاكسبيريا، سوني يعني تحاول بشكل كبير ان الواجهه تكون قريبه من نظام الاندرويد الخام، مو هذا، وهذا الشيء جيد، لكن كنت اتمنى ان يكون في خدمات وتحديثات تستفيد من حجم الشاشه بشكل اكبر. في عندك القائمة الجانبية، إذا دخلت التطبيقات بإمكانك الوصول إلى Search Apps، أحسن خيارين شفتهم اللي هو Search Apps و Uninstall، أو إنك مثلا تظهر التطبيقات بالترتيب الخاص بك أو بالترتيب الهجائي. عندك مثلا إدارة مهام لا زالت موجودة، عندك أيضا إطلاق Small Apps اللي هو تطلق تطبيقات، كنت أتمنى إن تكون نوافذ كبيرة الحجم تقسم حجم الشاشة. طبعا إذا سحبت من الجهة العلوية إلى الجهة السفلية، فعندك اللي هو نظام التنبيهات وأدوات الاتصال، واللي راح تسمح لك أيضا بالوصول إلى الإعدادات الخاصة بهذا الجهاز. فإذا وصلت الرسائل مثلا على سبيل المثال، فبإمكانك التحكم بلوحة عرض لوحة المفاتيح، إما أنك تعرضها بهذه الطريقة ميني كيبورد أو فول كيبورد. إذا حولتها للغة العربية يتحول نظام العرض ميني كيبورد يتحول إلى هذا الحجم. مستغرب شوي إنه كنت أتمنى أن تنفصل، لكن هذا شيء غريب شوي. بإمكانك إجراء اتصالات زي ما قلنا، هاتف لوحي إذا استخدمت الـ LTE فبإمكانك استخدامه لعمل اتصالات بالطريقة المعتادة اللي استخدمها في بعض الهواتف المحمولة، ما فيها جودة الصوت مكالمات فيها ممتازة. لاحظت إنه فيما يخص الأداء سريع، من خاصة بين النظام الأندرويد
او الواجهه الخاصه بسوني قريبه من نظام الاندرويد الخام، فما واجهت مشكله في مساله الاداء. كل شيء ما شاء الله تبارك الله سريع، حتى مع استخدام الالعاب الادرينو 320 قاعد يعطي انطباعات جميله جدا. في بعض الخدمات خاصه بسوني مثل اكسبيريان لونج اللي هو يعني بعض المكافآت والأشياء الخاصة بخدمات والأخبار بمستخدمين إكسبيريا. عندك الموفي كرييتر اللي هو المونتاج إذا بشكل إكسبيريا لينك، إذا حبيت مثلا تعطي من جوالك الإنترنت إلى هذا الجهاز، مع إنه تكون مفيدة إذا فقط خذيت نسخة الواي فاي، فبالتالي تقدر تشارك إنترنت من جوالك إلى هذا الجهاز. بإمكانك عمل باك أب وريستور اللي هو أخذ نسخة احتياطية واسترداد هذه النسخة الاحتياطية. فزي ما شفنا ما في شيء جديد هنا. الجهاز مرة عجبني الصراحة، عجبني في مثل التصميم، جودة التصنيع، الأداء، البطارية، الكاميرا كنت أتمنى تكون يعني أفضل من كذا، لكن في مجال الفيديو عجبتني. الواجهة والنظام، كنت أتمنى أن سوني تستفيد من حجم الشاشة في توفير بعض الخدمات والتطبيقات أكثر من ما هو موجود الآن، لأنها قريبة جدا بما هو موجود في بعض الهواتف المحمولة، على سبيل المثال Xperia Z3 أو Xperia Z2. خبرونا رأيكم، أعطونا رأيكم عن هذا الجهاز، هل عجبكم أو لا؟ يا ريت تشاركونا بالتعليقات الموجودة بالأسفل، وبالطريق يعني زر اللايك والسبسكرايب يكون مفيد جدا. مع ألف سلامة.